السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة معانا خبر جديد، تعالوا نسمعه مع بعض. حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز وإخفاء الخبر الحزين. هاجم وائل عبد العزيز مروجي شائعة وفاة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد نشر بعض الصفحات لصورة لها مع خبر وفاتها. وعلق الفنان المصري على الأمر عبر صفحته فيسبوك وكتب: حسبنا الله ونعم الوكيل، هتعمل ايه انت لو لقيت الخبر ده في أهلك داين تدين. وفي نفس الوقت لم يرد زوجها النجم أحمد العوضي على هذه الشائعات، وحرص على تجاهلها بشكل كامل بسبب تركيزه على صحة زوجته. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل خبر جديد إن شاء الله يوصل لحضراتكم، وإلى اللقاء في قناة عبير عامر.